لكم هذا البرنامج برعاية إكسترا بن حمادي. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حصتكم، حصة زيتنا في دقيقنا. اليوم راهي معايا الأخت نورا، نشوفوا نقولوا لها قبل مرحبا بك. مرحبا بك فاطمة الزهراء، يعيشك. ونشوفوا شو حديبنا اليوم نورا. اليوم واش راح نديروا اختي فاطمة الزهراء؟ راح يكون طبق خفيف وحاجه يعني اوريجينال شويه، نحبوا دائما جديد. هذا واش عودنا للمشاهدين. دونك راح يكونوا عندنا سي دي غاليت تكون فيهم اون كوش تاع لا فيون داشي وان كوش تاع الروز. هذه نبداو بالمقادير. بالنسبه للروز هذا واش راح نخلطوا معاه؟ راح يكون معاه هذا الفرماج، يعني واحد الحبات ولا مثلثات ولا مربعات ولا لو فرماج بلون. هذه هي عندنا هذه الحبه تاع البيض، نكسروها نديروا غير شويه باش يشد روحو برك شويه. عندنا فيها فلفل الكحل وعندنا شويه تاع الكوري لو كوري فلفل الكحل، الملح. هنايا باش نقول الاخت المشاهده، الرز ديالنا واش درنا؟ كاس تاع الرز بزوج كيسان تاع الماء، نديرهم فوق النار، شويه تاع الملح، خلو غير ينشف هذاك الماء. سي بون، الرز ديالكم شوفوا راه الله يبارك يجي يعني على الحبه. وشنو هنايا انا فاطمه الزهراء شليته بالماء بارد، زوج كيسان ماء بكاس تاع الرز، غليناهم غير يشرب هذاك الماء، نشلوه بالماء بارد ونخلوه دو كوتي. ونعاودوا نولوا لا فيون داشي تاعنا. عندنا هنا لحم مفروم، عندنا نص ولا حبه بصل تكون صغيره، عندنا المعدنوس نديروا لها يعني البيض على حسب الكميه. هنا راح ندير نص حبه بيض، ما عنديش بزاف لا فيون داشي. وعندنا لا شابلور ومغرفه تاع لا مارغارين، وعندنا هنايا لي زيبيس تاع الدجاج. هذه هي. دوك نبداو اول حاجه هنايا فاطمه زهرة، ناخذ ان ريسيبيون. بسم الله، واش نعطيك هنا فاطمه زهرة؟ انا نخلط خلطه وانت تخلطي لي خلطه. دونك اون فا بريباري او ميم طون. هكذا بسم الله. هنا فاطمه زهرة ديري لي الرز هذاك لتما. مليحه، ولا نعطي لك كويير كاريمون. عطيني مغرفه خير. هاكي مغرفه. ما ديري لنا زعفران لا والو. هاد انا هنا ما درتلوش. وشوفي دائما يعني لا كويزين هادي كيما نقولوا سي با دي سيونس اكزاكت، ولا دائما تحبي الروز تاعك طيبيه في المرق، تحبي تزيدي فوالا انت وما حبيتي، سي كاستيون دو غو. نزيدو نضيفو عليه هاد الفرماج، الجبن الابيض، فوالا شويه تاع فلفل الكحل، شويه انا ما نديرش بزاف، ما نكتروش. نزيدو هنايا لو كوري اللي راح يمد لها فريمون، فوالا لو كوري يحب الروز ويحب الدجاج ثاني. اكزاكتومون، هادي هي. واش نزيدو شويه لهنا. نسيت هنايا تاع هنايا فاطمه الزهراء العود، هنا كاين مغرفه تاع العود. نعطي لك لاغاب رابي لي شويه تاع جوز الطيب، لانوا د ميسكاد، فوالا رابي لي شويه سافا، باسكو نكثروا منه هذا الي فور. فوالا هنا فاطمه الزهراء راح نكسر لك حبه بيض. عفوا، حبه تاع البيض، ناخذ اون فورشيت ما كلاه. زيدي الملح باسكو فيه قوتي، وزاد الفرماج مالح. الفرماج مالح وانايا كي طيبته درت له شويه تاع الملح، دونك ما نزيدلوش. شوفي هنا فاطمه الزهراء نزيد غير شويه، فوالا خدمي هكذا، سينو نزيدو نعجنوها بخي بيديه، داكوغ؟ باش هكذا يشد روحو شويه. نعاودو نولو من جهه اخرى، عندنا هنايا لا فيون داشي. لا لا غير شويه، سي بون. دوك تشوفي هنا عندنا قلنا كميه يعني على حسب افراد العائله، عندنا شويه تاع البصل، عندنا المعدنوس، عندنا هنايا شويه تاع الفلفل الكحل،
عندنا توابل دجاج اي بيس بولي. شتي فاطمه زهره شحال لي بون هذا لي تري بون اي لي تري بون. وشنو دي فوا يا دي زيفيس يزعقوا لك الماكله بصح لازم نعرفوا حاجه كي تكثري منها كلشي تعاود الدور على ما كان ملي نشرو ثاني اكزاكتومون. لازم هنا شويه تاع الثوم حاجه خفيفه في تما فلافيون داشي فلافيون داشي. واش بقى لي هنايا نضيف قلنا حبه بيض تكون صغيره ونزيدو مغرفه تاع الزبده تاع المارغارين عفوا. هنا عندنا لا مارغارين. انا راح ندير ان غون باش هكذا نعجني الروز. شوفي نعجن هذاك الروز ونزيد نعجنو ميم طون لا فيون. هاي تري بيان باسكو لازم يتعجن بيد اكزاكتومون. هنا نسيت لا شابلور خبز مرحي نديرو شويه واحد المغرفه هكذاك ونشوفو هكذا. نعاود نولي لهذاك الروز. نذكر قلنا كنا درنا كاس تاع الروز مع زوج كيسان تاع الماء وشويه تاع الملح ونخلوهم يغلو حتى يتشرب كامل. نشد الروز تاعنا نشلوه بالماء بارد ونتحصلوا على هذا الروز. واش درنا له هنايا؟ درنا له جبن ابيض، درنا له شويه تاع الكوري، شويه تاع جوز الطيب، شويه تاع ولاد الدجاج، شويه تاع ولاد الدجاج غير باش فرماج بلون. فرماج بلون هنايا يعني ما حش يشد روحو 100%. علاش فاطمه زهره؟ يسخا اون سيركل راح نديروه دون دي سيركل. دونك سي بون هنايا هنا نعجنو جوست باش يدخلوا مليح هذوك لي زانغريديون اكزاكتومون. هذا مكان هنا بلا ما نشلل بيسك حتولي الاخر حتولي سي لو ميم بلا قلنا في الوسط هكذا. نعاودو نولو لهنا نكمل نعجن هذاك هذيك لا فيون داشي. بسم الله دونك كنا درنا هنايا لحم مفروم، درنا بصله صغيره قطعناها شويه. تقدري أباغ اللحم ديري شير تاع الدجاج؟ وي اكزاكتومون. نقدروا نديروها بالدجاج، الصدر تاع الدجاج ولا ليسكالوب دو داند. سيت ان تخي بون بلا، دايوغ كان سبق لي يعني وخدمت خدمت هاد لي غاليت درتهم بالدجاج. وشنو سيتي با كومبانيي بالروز، هادي لاكومبانيومون هذا تاع الروز راهي حاجه جديده يعني. فوالا هكذا. هنا فاطمه الزهره سي بون الخلطه تاعنا راهم واجدين اكزاكتومون. وحنا خديت هاد لي سيركل، هاد لي سيركل راهم متواجدين في كل مكان فاطمه الزهره. نعم حاجه باينه. وهاد لو بابي يعني جاتني الفكره كي سييت انا هاد الوصفه هادي لا بروميير فوا درتها درتهم ديريكتومون. ومن بعد لصقولي. علاش لصقولي؟ باسكو الروز فيه شويه تاع البيض ولا فيون داشي دونك البيض يلصق. جاتني الفكره اني نقطع هذا ورق الطهي هذا باش ديروا لي سيركل هذا. هندير لي سيركل يعني فريمون ديمولاولي بكل سهوله. وصدقوني يعني سي ان بلا بريزونطابل يعني تحطوه لضيوفكم ولوليداتكم بيان سور. حنا دائما نخمو على الضيوف فاطمه الزهره نساو روحنا شويه. لي فامي الجيريان عندهم ديما زايد وعندهم ديما فوالا. دونك واش ندير؟ نبدا ندريسي جو في بروندغ منا كاش مغارف صغار. هنا واش راح نديرو؟ نبداو بالروز معليش عفوا نبداو بلا فيون داشي. كيفاش؟ تبدي ربي هادي تشكي كنا هادي مليحة دوك نشوفو. دوك شوفي واش نديرو يعني عملية سهلة. راح نبدا نيطالي اللحم قبل نيطالي اللحم او فون. علاش؟ باسكو لو كان نبداو بالروز الروز ما كاش حاجة اللي تشدو. دونك لا كيما نقولو لا فيون داشي سي ان سوبور اللي راح تجي من التحت. هادي نزيد لها شوية ايه دوك نزيد لها راني نجوز برك عليهم ندير لهم غير فام غير فام. نعاود نولي دونك نعاود نسقم برك هذاك لو بابي. فوالا نفس الشيء. اسكن دوكا
استناي دقيقه. نعم روحي كملي دوك النار. داكوغ دونك هنا واش ندير؟ جو في بيان تاسي هذوك هذيك لا فيوند هاشي. هاكي ندير لك ديك شويه زيت باش ما تلصقش. شويه تاع الزيت بور لو مومون سافا ما تلصقش، ما ديري لي شويه فاطمه زهرة مليحه استوس. نحاولوا كيفاش يجوا كامل لا ميم كوش. بغيتي نعاونك؟ وي ومن بعد انت تحبي ديري لا كوش تاع لا فيوندا شي كبيره ولا كوش تاع تاع الروز صغيره ولا لانفيرس انت وما حبيتي. داكوغ هنايا هاي ليك فوالا تو التور. هذيك نزيد لها شويه فاطمه زهرة فارغه، هذه فارغه شويه خلي تكون سقمها. فوالا سقميها لي، نزيد شويه لهادي باش هكذا يجونا دي كوش يعني شابين. وكمام هاد لا كونتيتي تخرج لنا واحد، هنا عندنا اربعه تخرج لنا سته ولا سبعه يعني بوغ واحد 400 غرام هكذاك تاع لا فيوند هاشي. فوالا هكذا لو طون فاطمه الزهراء زيدي طاسيهم لي هكذا مليح تعيشي. هنا واش راح نزيد؟ راح نزيدو الروز. شوفوا قمرك هاي ليك، شوفي هنا ونزيد هذاك الروز يعني كيطيبو يجو لداخل باسكو ما حيش يطولو في الفرن حوالي ربع ساعة با بلوس. لا فيوندا شي سهله الطياب، الروز ديالنا راه طايب يجي يعني اللحم هذاك مويلو والروز يعني ما نقولكش فيه لو فروماج. شوفي يجي طبق يعني ديري لي هنا نسقم لك هكذاك نتعاونوا هاكي نحط لك هنايا باش نجبد انا لو بلا هذاك نكمل بوغ لا مايونيز باش هكذا لي كوش يجونا شابين. شوفي يقول لك المعاونه تغلب السبع ها ولازم هذه هي. وكي نحبوا حاجه شابه سا برون ان بو دو طون سي توت افي نورمال سي با تو لي جور مي دو طون ان طون اون سفي بليزير. فوالا هكذا ندير لك الروز وخدميهم بالعقل. فوالا شوفي اللي خصها تزيدي لها نزيد لك شويه تاع الروز زيدي شويه هنايا دو فيت. فوالا هادي نزيد لها غير شويه وهادي نزيدو لها شويه يطيبوا يعني كيما تقدري الاخت المشاهده يعني الا كنتي دي فوا كاين اللي ما عندهاش الخاطر تقول لك انا ما نديرش في لي زونبورت بياس ولا واش ديري تقدري تخدمي لي غاليت تاع لا فيوند هاشي زيدي عليهم باردون مول كبير على خطره ندير فيه كيما تحب وتقدر تزيد فوق الروز دخلوا للثلاجه الكونجيلاتور باش يحكم روحو برك ودخليهم للفرن. حنايا علاش لي زونبورت بياس هادو يمدوا لها يعني ديكور شباب اكزاكتومون ويجوا كامل الوقت اللي فاطمه الزهراء تكمل لنا تسقمهم لنا. حنا يعني هذا الطبق تاعنا إلي كومبلي فاطمه الزهراء فيه لا فيوند هاشي فيه الروز انا ما حاش نزيد له ان اوتر بلا ولا جو في لاكومباني افيك اون سالاد. حنا الشلاضه ديالنا كما راكو تشوفوا كنا حضرناها درنا شلاضه خضراء زدنا عليها طماطم زدنا الخيار وزدنا عليها البيتراف وزدنا حبيبه تاع زروديه زروديه بيان سور كانت طايبه كي هي كي البيتراف وقطعناها. من فضلك فاطمه الزهراء اعطي لي لو كاتشوب هكذا رايحين يعني احنا لا سالاد ديالنا بسم الله حين نزوقوها يعني عندنا نبداو بلو كاتشوب تاعنا وزيدي لي فاطمه الزهراء تعيشي زيدي لي لا مايونيز جوستومون هادو نحيوهم منا
فوالا هادي سي بون. هادي لا مايونيز فاطمه زهره. ايه مايونيز صحيت. زيدوا لها شويه وزيدي لي فاطمه زهره لا فينيغريت. فوالا دوك حنا فاطمه زهره كيما شتي لي غاليت تاعنا بعد ما حضرنا درنا لا فيوندا شي هذيك كوم سوبور زدنا لها داك الروز راح لو بلا تاعنا راح يدخل للفرن حوالي ما يطولش حوالي واحد ربع ساعه. ربع ساعه فاطمه زهره تعيشي شويه برك تاع الفرماج هكذا من الفوق دوك ديري ايه ما نكثروش بزاف. ولا سالاد تاعنا كيما شتو درنا الكاتشوب درنا لا مايونيز ولا فينيغرات بيان سور اون سالاد سون فينيغرات سي با اون سالاد ايفيدامون رايحين هكذا بيان بيان اسيزوني. بعد ما يطيبوا لي غاليت تاعنا راح نديروا لو دريساج تاعنا راح يجوا هنايا في سور لو كوتي سور لو كوتي ستادير سي تان بلا كومبلي يعني لا سالاد بلوس لي غاليت تاعنا وحنا يعني وجبه كومبليت. هذه هي حنا واش نقولوا الاعزائي المشاهدين حنا نروحوا فاصل نديروا هذا في الكوشه حوالي ربع ساعه يتقراتينا ويطيب لنا شويه هذاك اللحم فوالا ونفي نوتر دغيساج ونعاودو نولو مع فاطمه زهره نشوفو الطبق ديالها ان شاء الله. عوده اليكم اعزائي المشاهدين رانا ولينا مع اختي فاطمه الزهره. يا درا واش راح تحضري لنا اليوم؟ راح نديرو ان فلان ساهل نورا ماشي ني كومبليكي ني والو. دونك واش لازمنا لهاد لو فلان؟ حنديرو ان فلان بلي فريز. بلي فريز لازمنا 300 غرام 300 غرام تاع الفريزه. فريزه لازمنا ريتلا غير ربع باسكو هذاك ربع راهو يسمى نوزنوه بال في بلاصه ريتلا نوزنوه بال راح يدخل بلافريز. يعني في الوسط يدخل في الميزان. في الميزان عندنا زوج مغارف تاع كبار تاع مايزينا عندنا اربع مغارف سكر اللي نطيبوا بهم لا فريز وعندنا باكي تاع الفلان واش مدوك لافريز لافريز بقاو في الفريزر اكزاكتومون. لازم لي شويه تاع لو جو دو سيترون. عندي للتزيين حبات تاع لافريز وهادو ما نقطعهم دي بيتي كوب ومن بعد نطلعوا شويه تاع لا كور دو شانتيي نطلعوها كيما على بالهم سي طون بورتون كاس تاع حليب كاس تاع بودر شانتيي هذاك سي بور لو ديكور. نبداو الحاجه الاولى نطيبوا قبل نديرو هذاك لو سي ان كولي. لا هذا سي ان كولي دو فريز. بسم الله هكذا نقطعو هنايا توزني لي الحليب برك وانا بيد ما نقطع معليه هكذا الميزان نقطعو نيمبورت كومون باسكو علاش انا من بعد نرحيوها الحليب نوزنو في لاكاسرول وي دو بريفيرونس باش هكذا نطيبو فيها ديريكتومون. شحال ندير لك فاطمه زهره؟ 700 بيسك هادو ما 300 غرام راني نحيتها ليكيفالون تاع 300 مليليتر نديرو 700 غرام ديري في الزيرو يطلع لك فوالا فوالا هنا عندنا 700 غرام. الله يبارك راك دايره حنا. انا قلت لهم دوماج يعني هاد الفاكهه تمتم تفسد شتي ما تقدريش يعني مي اون بروفيت نشريو يعني ولا غير كاين نديروها في الكونجيلاتور مي ما تخرجش. شوفي مليحه في الكونجيلاتور بصح ما تخرجش حيه كيما تكون في الشكايه. شوفي يعني في الكونجيلاتور فاطمه الزهراء انا طول العام ما تخطينيش يعني نعمر يعني دي باركات وشنو مليحه هكذا سي دي كولي دو فريز هكذا لا باتيسري ولا معجون. معجون ولي جو هذه هي امام العصائر. هذه ما نشعلش عليها فاطمه الزهراء نخليها هكذا. سلحت لنا معليش نطيبوا قبل لا فريز نشعلوا عليها دقيقه نحطها فوق النار ندير لها اربع مغارف تاع السكر كريستاليزي وكان درنا نص ريتلا نديرو زوج مغارف زوج مغارف بسكريتلا دونك راهي كونتيتي نرمي لها لو جو دو سيترون دوكا هكذا فوالا. هذا هنا لو طون كي طيب لنا الكاسرونه الحاجه تاع الحديد لازم لها ديما
مغرف تكون تحبين كويير تاع اللوح ولا هكذا سباتول سي بون هكذا باش ما تحرقش نقصوا لها شويه لانه هذا هذاك هو هذا برك عسيه شويه او شاعل انا عسلهم هكذا هنايا ندير زوج مغارف كبار تاع لا مايزينا بسم الله نعطيك ان فوي عطيني باش هكذا هذا نديرو باكي تاع الفلون فلون فخيز هكذا باش نقولهم يعني الناس اللي يعني في غاشي ولا كيكونوا هكذا في غاشي في بلاص باش يديروا دو باكي تاع الفلون في ريتلا تاع الحليب يديروا باكي صغير تاع الفلون اللي يروح نص ريتلا يديروها في ريتلا يزودوا لها زوج مغارف تاع مايزينا فوالا سي اون بون ايدي شوفي ايكونوميك ويجي يجي اونكور خفيف خير من تاع دو سكر فاطمه زهره بوكو بلوس باسكو الفلون ثاني يعني دونك كي تكون ساعات العيال لازم دو باكي لا لا ديروا باكي تاع الفلون ريتلا تاع الحليب زوج مغارف مايزينا سي اون بون ايدي وربع مغارف تاع السكر يبينها هذه هي هذا فلون سهل شوفي قريب كل يوم نديرو في رمضان قريب كل يوم فاطمه زهره يعني الفلون ما نملوش فيه يعني ما نملوش منه بعد هذاك الزمان الصيف من كل وقت يعني فريمون سان ديسير ليجي اون بروفيت لا اكزاكتومون مع هكذا هذاك غير يدوب هذا شوفي غير يغلي فاطمه زهره غير يغلي طيح شويه هذيك لافخاس نرحيوها نرحيوها وهذه هي هذا جيبي لي تبسي بيد ما نقطعوا اون بوتي كوب اللي باش نديروا لداخل دونك كيما يقول لك لا فريز تكون طايبه تكون مقطعه مليحه ولي تري تري بون دقتها فاطمه الزهراء وقتها يعني وقتها راهي هايله وقتها راهي ما شاء الله مام معجون وي انا نحبها كومبوت كومبوت مليحه في كيلو تاع نقول لهم ديروا في كيلو تاع الفريز انا ندير 700 800 كان يديروا طومبورطون سي ترو سكري تاع انا نقص ندير معجون فوالا دو بريفيرونس دير حتى ل 800 في الكيلو في الكيلو ورمي مع السكر مع لا فريز كلش على ضربه وريحي من بعد بالميكسر صافي كومبوت فوالا الا درناه معجون لا لا معجون لا لا في السكر هذا شتي يطلق كامل الماء ديالو يطلق الماء تاعو نطيبو باش نرمي لافريز تاعي حيه حب حب وشتي فاطمه الزهره كي بات هكذا كمام هذاك السكر كيفاش يتعلق يجي تقول عسل يجي معسل يجي معسل فوالا هذه هي نقدروا لافريز ديروها كومبوت كيما نقدروا نديروها ونو بروفيت حاجه في وقتها هكذا هنا فاطمه الزهراء نطفي عليها سي بون زيد حركيها برك هكذا مليحه خلاص سي بون دوزو لها لو ميكسيوها نرحيوها نقصو لها هذاك دوك تتميكسا كاريمون بسم الله كي تقعد هكذا دي بتي مورسو معليش هكذا انا نحبهم هكذا على هاي لا باسكو راح نزيدو حنا نرميو لها راح نضيف لك دوك هذا الداخل بسم الله هكذا ونديرو يطيب شوفي ميم لا كولور لا كولور ميم لو غو الريحه تجي هايله ديري شويه بيان سور ديك لا شالور اني ما نبقاو نحركو فاطمه الزهراء نحركو صح كوم ان فلون عادي نورمال عادي نورمالمون خليها تزيد ترفد مليح هاي مليحه فاطمه الزهراء خلاص شوفي ري فريمون ايباس هكذا هكذا نفرغ لك بسم الله
خاصني نديرهم قد قد باش مليح هكذا. هذه برك زيديها شويه بالك شويه منها فوالا بيان غارني فوالا بيان بيان امبلي سي بيان سي بيان هكذا دوكا نديروها في الفريجيدار حتى تجمد بيان تجمد بيان وندير لها لو ديكور تاعها بلا بوطو دو شانتيي اللي نطلعوها والديكور بيك دي سيجار اي دي فريز هذه هي صافي نتلاقاو من بعد الفاصل نشوفوا الاطباق تاعنا يعطيك الصحة رانا ولينا لكم اعزائي المشاهدين كما راكم تشوفوا يعني الطابله تاعنا راهي الله الله ما شاء الله عليها كما شتي فاطمه زهرة كنا حضرنا بالنسبه للطبق الرئيسي كانوا عندنا هذوك لي قالت لي درناهم باللحم المفروم والروز يعني كي تشوفيهم هكذا خفاف بالبزاف باينين هي اي فوالا استادير سي كومبلي دونك ما نحتاجوش باش نزيدوا يعني ان اوتر بلا معاها بدا كومبانيومون جوست اون بوتيت سالاد هكذا بالخضره بلا فينيغريت يعني حنايا وتحصلنا على ان بلا هايل ان بلا هايل ونعاودوا نولوا لليك فاطمه زهره واش حضرتي لنا كيما شفتوا درنا ان فلون بلا فريز بلو كولي دو فريز ساهل ثاني كي شتي نورا ساهل بزاف هايل دونك درنا الحليب نقصنا منه ربع ريتلا سيتادير 300 غرام اللي وزناهم تاع لا فريز طيبناهم في الماء على شويه تاع السكر درنا ان كولي دو فريز وعاودنا رديناه هذا واش عجبني فاطمه الزهراء لو كولي دو فريز هذا رديناه الحليب وزدنا له دو كويير دو مايزينا هذا ما كان باش يعقد باش يعقد وزدنا له طريفات تاع لا فريز من داخل والديكور افيك دو لا كريم شانتيي هذه حاجه سهله يعطيك الصحه هذه وحنا واش نقولوا يعني المشاهدين الكرام نقولوا لهم يعني ان شاء الله الطابله هذه تكون عجبتكم ان شاء الله يا ربي وان شاء الله يكون معنا لقاء معكم ان شاء الله نتلقى في أطباق واحدة إن شاء الله سلام قدم لكم هذا البرنامج برعاية إكسترا بالحمادي.